موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال: بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء في الحديث الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه. ويطيعون الله ورسوله، أي فيما أمر وترك ما عنه زجر، أولئك سيرحمهم الله، أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات. إن الله عزيز، أي عزيز، من أطاعه أعزه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء، وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فإن له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. ابن كثير رحمه الله كأنه يعلل لماذا ختمت الآيات بإن الله عزيز حكيم، مع أن المعتاد مع ذكر المؤمنين وجزائهم أو المناسب أن يقال: إن الله غفور رحيم. وذلك لما جعل مجموع الآيات تختم بهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله: إن الله عزيز حكيم. وابن جرير فسرها على المعتاد: إن الله عزيز في انتقامه من أعدائه، حكيم فيما يفعل في عباده في كل ما يفعله سبحانه وتعالى، دون أن يذكر المناسبة، ولكنها قريبة مما ذكره ابن كثير من أن هذا العذاب الذي ذكره الله والخسران للمنافقين، وهذا الحال الطيب والصفات الطيبة والجزاء الحسن العظيم للمؤمنين، وهذا القسم في الصفات هو بعزة الله وحكمته. فالله عز وجل عزيز في إقامة الحجج على عباده، لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجج، حكيم
فيما شرع وفيما قدر وفيما يحاسب به الناس، يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وبحمده. ولأن هذا مقام نصرة، تناصر المؤمنون والمؤمنات وأحب بعضهم بعضا وتوالوا في الله عز وجل في مقاومة الشر، في مقاومة المنكر، وفي مواجهة ترك الناس للمعروف الواجب عليهم. فاقتضى ذلك أن يعزهم الله عز وجل بعزته، وهو حكيم فيما يقدره ويشرعه سبحانه وتعالى من هذا الاختلاف بين البشر ومن تفاوت صفاتهم على حسب ما يستحقه ويناسبه كل واحد منهم. الله عزيز حكيم في تفريقه بين الناس، بين مؤمنين ومنافقين، بين أبرار وفجار، وبين مؤمنين وكفار. فهو عز وجل يرحم عباده المؤمنين وينصرهم ويعزهم بحكمته سبحانه وتعالى، بعزته وحكمته. وذكر عزته في هذا المقام لأن الله عز وجل ينصرهم كما نصروا الدين، كما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإن العزة لله ولرسوله ولمؤمنين، والله أعلم وأعلم. ولعل هذا الموضع ختم الآية بإن الله عزيز حكيم، رغم ذكر مآل المؤمنين ورحمتهم، له شبه في قول المسيح صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل عن المسيح صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد ذكرنا فيما مضى أن مغفرة الله عز وجل لمن وقع في تأليه المسيح وقال أنه إله، هو وأمه أو أحدهما أو الروح القدس، لا يتم إلا لأجل عدم إقامة الحجة والامتحان. فلذلك لا يغفر لهؤلاء للمشيئة المجردة، فإن الله قد أخبرنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن حكمته وعزته وأنه عز وجل يحب العذر، فلذلك لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل وبلوغ دعوتهم، كما قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فبعزته أقام، وبعزته وحكمته أقام الحجج على عباده بإرسال الرسل. لذلك قضية الجزاء والثواب والعقاب مرتبطة بإقامة الحجة ببعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا مقتضى عزته وحكمته سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. وقوله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين
من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أي فإذا كشفه نظر المؤمنون إلى ربهم. هو رداء سماه الله، أو حجاب سماه الله عز وجل، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم رداء الكبرياء، وهو يكشفه عز وجل وينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. قال: وبه بنفس الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. أخرجه أي في الصحيح. سبحان الله الذي خلق ذلك. الميل 30 كيلومترا، واللؤلؤة واحدة مجوفة كل ما فيها منها. المؤمن له فيها أزواج وأهل يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، لأن هذا من تمام سعادتهم، أن لا يشعر أحد منهم أن له من ينافسه منافسة تكدر عليه نعيمه ولا نعيمها. في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن أصل دخول الجنة بالإيمان وبإقامة الصلاة وصيام رمضان، أي وباقي أركان الإسلام، لكن اختصرها هنا، فسوف يكون مآله إلى الجنة. وكذلك لا بد من أداء الزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيله، ولكن أراد أن لا يتكل فأترك الجهاد، والجهاد له ثواب عظيم، لكن يدخل الجنة من جاهد ومن لم يجاهد، لأن الجهاد فرض كفاية في الأغلب. ونسأل الله يرزقنا الجهاد في سبيله. قال: وعند الطبراني والترمذي وابن ماجة من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله: من آمن بالله ورسوله وأقام صلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيله أو بقي أو جلس في أرضه التي ولد فيها.
قال وللترمذي عن عبادة بن الصامت مثله، وكلها شواهد للحديث الصحيح. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون، هي مكتوبة في الغرفة وهي ليست كذلك، لا يتراءون الغرفة في الجنة، ويمكن أن تكون في الغرفة معنى ينظرون إلي فيها، يعني إلى الغرفة، لا يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب في السماء، أخرجاه في الصحيحين، يعني لتفاوت المنازل، للبعد الهائل بين أصحاب الغرف الذين تبدو مساكنهم كالنجوم التي يراها الناس في الدنيا، ونحن نعلم أن النجوم أو الكواكب الغابرة في الأفق بيننا وبينها مسافات بملايين السنين الضوئية، فسبحان الله، تفاوت ما بين أصحاب الغرف وما بين أهل الجنة الذين ليسوا أصحاب الغرف مثل التفاوت ما بين سطح الأرض وما بين هذه الكواكب البعيدة الغابرة في الأفق، سبحان الله. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده، قوم صدقوا الله، قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، اللهم اجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.